بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ستظل تسعى مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة. مصر وجنوب أفريقيا تؤكدان الالتزام بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنمية المستدامة بالقارة. بوتين يسرع إجراءات منح الجنسية الروسية للمواطنين بجنوب أوكرانيا، وكييف تندد. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستظل تسعى جنبا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها. وعبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع الشعوب الإفريقية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا اليوم يمثل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهد جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترك بين دول القارة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القارة الإفريقية اليوم تخطو خطوات ثابتة نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها وتثبت ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم. برز الدور المصري في الحفاظ على روح ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية منذ أول قمة أفريقية استضافتها القاهرة في يوليو من عام 1964. أصبح تقارب الدولة المصرية مع أفريقيا منذ ذلك الوقت هو محور حركة سياستها الخارجية. دور ريادي تلعبه مصر في القارة الأفريقية، حيث تعد مصر من أهم الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية في مايو من عام 1963، والتي تحول اسمها فيما بعد إلى الاتحاد الأفريقي. وقد برز الدور المصري في الحفاظ على روح ميثاق المنظمة منذ أول قمة أفريقية استضافتها القاهرة في يوليو من عام 1964، وأصبح تقارب الدولة المصرية مع أفريقيا في هذه المرحلة هو محور حركة سياستها الخارجية. وعوامل هذا التقارب متعددة، يرتبط بعضها بطبيعة التهديدات الأمنية الراهنة للدولة المصرية، ويرتبط البعض الآخر بالأجندات الدولية والإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والمؤثرة بطبيعتها على الأمن القومي. وقد شاركت مصر في جميع اجتماعات المنظمة، وكان لها صوت مسموع في معارضة التفرقة العنصرية، وفي جهود الوساطة وحل النزاعات، وفي المشاكل الاقتصادية والديون المتراكمة على الدول النامية. ولمواجهة التطورات السياسية والاقتصادية والعالمية، ظهرت الحاجة إلى تفعيل منظمة الوحدة الأفريقية بما يتماشى مع هذه التطورات. فأصدر زعماء دول المنظمة الأفريقية في سبتمبر من عام 1999 إعلاناً مشتركاً في قمتهم التي عقدت في مدينة سرت الليبية، دعوا فيه إلى إقامة الاتحاد الأفريقي الذي حل محل منظمة الوحدة الأفريقية، لكي يصبح للقارة الأفريقية الدور المؤثر في الاقتصاد العالمي الذي أصبح لا يعترف إلا بالتكتلات الكبيرة. وشاركت مصر في أعمال الدورة 23 لقمة الاتحاد الأفريقي بملابو عاصمة غينيا الاستوائية في الفترة من 26 وحتى 27 من يونيو من عام 2014، لتكون بداية لمرحلة جديدة من التضامن والتعاون المثمر لتحقيق طموحات الشعوب الأفريقية في التنمية، حيث شاركت بوفد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد لاقت المشاركة المصرية ترحيبا من الاتحاد الأفريقي. كما أعلن الاتحاد الأفريقي في يناير من عام 2018 عن انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته 31 لعام 2019، وذلك تقديرا لدورها الريادي في القارة الأفريقية. وبالتالي تكون مصر عضوا في ترايكا المفوضية الأفريقية. وتعد مصر من الدول الخمسة المؤسسة للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا النباد، وتتولى ملف الزراعة والنفاذ للأسواق. كما تشارك مصر في تنفيذ سد ستيغلر جورج بتنزانيا، والذي يعد واحدا من المشاريع التنموية التي تقوم بها مصر في أفريقيا. وعن دورها في المجال الطبي، تمكنت مصر من المساهمة في دفع مخاطر وباء كورونا
كورونا عن القارة الأفريقية. ففي يوليو من عام 2021 أعلنت الصحة المصرية عن تقديم مستلزمات طبية وأدوية إلى 22 دولة أفريقية خلال جائحة كورونا وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية. هذا وتسعى مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية وسط جهود مضنية لتعزيز التكامل القاري وتطبيق الإعفاءات وإزالة العوائق الجمركية. للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي. بعد تحية دكتور كريم، كما نعلم أن مصر تسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري، برأيك كيف عززت مصر هذا الدور الريادي خلال الفترة الماضية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعفت العلاقات مع التكتلات الاقتصادية بالقارة؟ طبعا بالفعل التوجه نحو أفريقيا أصبح مطلب مهم جدا في الفترة الأخيرة، ومصر طبعا توجهت أو أصبحت الدائرة الأفريقية محط اهتمام ومن ضمن دائرة اهتمام الدولة المصرية في الفترة الأخيرة. طبعا يعني العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية زي ما دايما بنقول لها انعكاساتها الجيدة للطرفين لمصر ولباقي القارة. احنا حتى لو نظرنا للأرقام ولغة الأرقام سوف نجد أن يعني على سبيل المثال هنلاقي أن يمكن حجم صادرات مصر مع القارة الأفريقية يعني زاد في الفترة الأخيرة تقريبا، يمكن كان وفقا لبيانات عام 2018 وعام 2019 كان تقريبا 4.5 مليار دولار حجم صادرات مصر للقارة الأفريقية، في حين كان حجم وارداتنا في نفس العام تقريبا 1.8 مليار دولار. يبقى إذا نحن نتحدث عن حجم التجارة يعني أكثر من 6.5 مليار دولار تقريبا، وهذا الرقم انخفض في عام 2020 نتيجة طبيعية لزراعة الجائحة، انخفض تقريبا 1 مليار دولار تقريبا. وبالتالي احنا يعني في خطة طموحة لدى الدولة المصرية انها تزود حجم تجارتها مع القارة الأفريقية. في هذا الإطار دكتور كريم، أفريقيا سوق واعدة للسوق المصرية، كيف يمكن برأيك مضاعفة الجهود من أجل زيادة الصادرات في ظل المعطيات التي ذكرتها في إطار جهود الدولة حاليا للوصول إلى 100 مليار صادرات وهو هدف تهدف الدولة المصرية إلى تحقيقه؟ طبعا يعني هو هدف زيادة الصادرات بل مضاعفتها ل 100 مليار دولار التوجه جنوبا، التوجه نحو أفريقيا هو الأساس، هو الذي سوف يفتح لك المجال والطريق لزيادة صادراتك. أنا زي ما قلت إن أفريقيا تمثل لك بعد ومصالح مشتركة، وبالتالي الأسواق الأفريقية يهم لها بالأساس السعر، عندما توفر لها سلعة أو منتج بسعر معقول ولو حتى جودة، فبالطبع سوف تجد نفسها طريق نحو القارة الأفريقية. عشان كده يمكن المصرية تبنت أو وضع التصور إنها تكون لنا منطقة لوجستية، يعني تم بالفعل تجهيز منطقة لوجستية في كينيا وفي منطقة أخرى في نيجيريا، يعني منطقة لوجستية للتجارة حتى تكون نقدر نقول عليها أن تكون السلع المصرية والمنتجات حاضرة في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أن يعني تم تدشين 1 مليار دولار أفريقية. وبالفعل يعني يمكن تم عمل اول رحله له لملاحي ما بين ميناء العين السخنه وميناء مرآسة في كينيا. طبعا كل تلك يعني كل تلك الطرق والادوات في زياده حجم التجاره في القاره الافريقيه، بالاضافه لان تشجيع القطاع الخاص بعمل مشاريع مشتركه له في الدول الافريقيه زي تد تنزانيا وشركه المقاولين. اشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم العمده، استاذ الاقتصاد الدولي، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور عن عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران بمقر وزارة الخارجية في ختام أعمال اللجنة المشتركة المصرية الجنوب أفريقية. الرؤية الجنوب أفريقية اللي بتتسق مع الرؤية المصرية حول كثير من القضايا، وجود الإرادة السياسية القوية بتوجيهات من قيادات هاي البلدين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس سيرل رامافوزا، بضرورة استمرار التنسيق والتشاور والتوافق على رؤى تخدم مصلحة الثنائية وتخدم مصلحة التضامن الأفريقي وتخدم مصلحة قدرة البلدين على مواجهة التحديات التي تواجهها، سواء كان على مستوى
الجهود المبذولة من كل منهما لتنفيذ برامج التنمية، ولكن أيضا في تعزيز الاستقرار على مستوى القارة الأفريقية. وخلال المؤتمر الصحفي أكد شكري أن الإدارة الرشيدة هي السبيل من أجل تحقيق مصلحة شعوب القارة. وفيما يتعلق بسد النهضة، شدد شكري على ضرورة العمل على إيجاد اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. فيما يتعلق بقضية سد النهضة، فمصر تؤكد دائما اهتمامها واستعدادها وتأكيد رغبتها في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي، ومن خلال مفاوضات يتم من خلالها تحقيق مصالح كافة الأطراف بشكل متوازي وعادل، يحقق للأشقاء في أفريقيا رغبتهم نحو التنمية والازدهار وتوفير الحياة الكريمة لشعبهم الشقيق، وفي نفس الوقت يوفر لكل من مصر والسودان أمنهم المائي، خاصة مصر تعتمد على النيل بشكل كامل في مواردها المائية. من جانبها، قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية إن مصر لديها قدرات واعدة في إنتاج اللقاحات، وأضافت أن بلادها ستعمل على الاستفادة من هذه القدرات والاستقاء من تجاربها وخبراتها. إن مصر تنعم بقدرات واعدة في إنتاج المستحضرات الصيدلانية واللقاحات، وأن مصر بحاجة إلى أن تقتفي هذا الأثر وأن تتعلم الدرس من مصر وأن تتعاون عن كثب مع مصر وأن نستقي خبرات مصر لأن نجعل وأن ندفع هذه القدرات قدما. ننظر هنا وهناك ونتساءل ماذا عسانا أن نفعل. علينا أن ندفع قدراتنا وأن نصقل مهاراتنا لأن نجتاز كل تحد وكل صعوبة وكل ضائقة. هذا وقد ترأس كل من وزير الخارجية ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب أفريقيا وفدي بلديهما خلال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المنعقدة بالقاهرة. أطلق الوفدان حوارا شاملا لتبادل الرؤى حول مجموعة واسعة من الموضوعات تشمل نواحي متعددة بالعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي البيان الختامي للجنة، أكد الوزيران الالتزام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تعزيز السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي طرح المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسة للمسودة واستيعاب كافة ملاحظات الوزراء. وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أكد مدبولي أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة. وحول مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، أكد مدبولي أن المشروع هو نقلة كبيرة في خريطة مصر
التنموية، مشيرا إلى أن المشروع يساهم أيضا في تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الصعبة. وحول تطوير الطريق الدولي الساحلي، أكد رئيس الوزراء أنه يتم حاليا الانتهاء من الأعمال والمساحات التي تم تطويرها بداية من مارينا وحتى الضبعة. من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث والشهور التسعة الأولى للعام المالي الجاري. وفي هذا الإطار أوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد حقق نموا مرتفعا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري بواقع 7.8% مقارنة بنحو 1.9% خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 5.4%. كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي 6.2% بنهاية العام المالي، مدفوعا بطفرة النمو المحققة في الشهور التسعة الأولى. وتابعت الوزيرة أن البطالة قد انخفضت إلى 7.2% في الربع الثالث من السنة المالية 2021-2022 مقارنة مع 7.4% قبل عام. وخلال الاجتماع الأسبوعي، استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول مرض جدري القردة وما يثار حوله وأسباب انتشاره خلال الفترة الأخيرة. وفي هذا الإطار أكد مجلس الوزراء متابعته الوضع الوبائي العالمي بشكل دقيق للغاية، مشددا على أن مصر لا يوجد فيها حالات إصابة بمرض جدري القردة ثبتت إيجابيتها. كما أوضح مجلس الوزراء أن فيروس جدري القردة لا يدع للقلق، مؤكدا أنه مختلف تماما عن جائحة كورونا. كما ثبت من خلال العديد من الدراسات القائمة أن تطعيمات الجدري العادي أثبتت فعاليتها بنسبة 85% مع جدري القردة. من ناحية أخرى، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والذي تحرص الدولة على المضي قدما في تنفيذه ومد مظلته إلى جميع المواطنين خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهنا، ما يسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة. وشهد الاجتماع استعراض عدد من المحددات المرتبطة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل مؤشرات منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وموقف تسجيل واعتماد المنشآت. كما تم خلال الاجتماع أيضا استعراض رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالقوى البشرية في القطاع الصحي والمزايا التي توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطني بشمال سيناء بعد تدريبهم وفقا لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة. هذا وقام الفريق أسامة عسكر بالمرور على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين الجدد وأدار حوارا مع المقاتلين، حيث أشاد خلاله بمدى تفهمهم لطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على استقرار الحالة الأمنية لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني
الذين يتم دفعهم لأداء الواجب الوطني بشمال سيناء بعد تدريبهم وفقا لأحدث البرامج العلمية ووسائل التدريب المتطورة، والتي تسهم في تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يكلفون بها. وألقى اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها أن رجال الجيش الثاني الميداني عاقدين العزم للقضاء على كافة البؤر الإرهابية بسيناء وتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بمستوى راق ومتميز، مشيرا إلى أن الجيش الثاني الميداني سيظل نموذجا يحتذى به في الولاء والوفاء والبذل والعطاء من أجل الوطن. وقام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين الجدد وأدار حوارا مع المقاتلين، حيث أشاد خلاله بمدى تفهمهم لطبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على استقرار الحالة الأمنية لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر، وأثنى على منظومة التدريب والتأهيل القتالي الراقي لمقاتلي شمال سيناء وتوفير الرعاية الكاملة لهم، مشيدا بالجهد المبذول للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية العالية. والتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برجال الجيش الثاني الميداني، حيث نقل تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني لما يقدموه من بطولات وتضحيات، وأوصى رجال الجيش الثاني الميداني بمواصلة التدريب والمحافظة على الأسلحة والمعدات والتحلي بالانضباط العسكري والأخذ بأسباب التفوق، محافظين على أعلى درجات الاستعداد القتالي والكفاءة القتالية ليظل الجيش الثاني الميداني درعا من دروع قواتنا المسلحة يحمي الوطن ويصون مقدساته. حضر الجولة التفقدية واللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة. احتفلت القوات الجوية المصرية بمرور 40 عاما على هبوط أول طائرة بمصر F-16، وذلك من طراز F-16 بحضور ممثلين عن القوات الجوية وشركة لوكيد مارتن الأمريكية وعدد من كبار مسؤولي السفارة الأمريكية بالقاهرة والمعلمين والمدربين القائمين على تأهيل المجموعة الأولى من الطيارين والأطقم الفنية المصرية على الطائرة F-16. وأعلن المتحدث العسكري أن المراسم الاحتفالية قد بدأت بجولة للاطلاع على أحدث طائرات الطراز F-16 وبلوك 52، وكذلك أول طائرة من طراز F-16 هبطت بجمهورية مصر العربية. وتضمنت الاحتفالية عرضا تقديميا عن القوات الجوية، وألقى الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد القوات الجوية بأحدث المقاتلات والطائرات متعددة المهام، بالإضافة إلى أحدث أجهزة الملاحة مواكبة التطور التكنولوجي المستمر في عالم الطيران. كما أكد ممثل شركة لوكيد مارتن الأمريكية تيمري شالي عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية وشركة لوكيد مارتن، وأكد تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك. وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية لتطوير منظومة الحوكمة العمرانية والمخطط الاستراتيجي والتفصيلي التنموي لمدينة أجا ودراسة تطوير صناعة الطوب من التربة المثبتة باستخدام التقنيات الحديثة. وأكد المتحدث العسكري أن البروتوكول يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون العلمي والتكنولوجي مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. وأكد اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود التنمية بشتى ربوع الوطن، مشيرا إلى أن البروتوكول يعد باكورة تعاون مع محافظة الدقهلية للمساهمة في تطوير عدد من المدن والقرى بالمحافظة.
على مدار 3 أيام نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول، وذلك تحت عنوان التصدي للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تأتي ورشة العمل بمشاركة 27 دولة وست منظمات دولية وإقليمية لتعزيز أطر التعاون وتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الإرهابية. انطلاقا من الدور الريادي والمحوري لمصر في مكافحة الإرهاب محليا وبمحيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي، نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول ورشة عمل تحت عنوان التصدي للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركة مسؤولي وزارات الداخلية والأجهزة الأمنية ب27 دولة وخبراء 6 منظمات دولية وإقليمية، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة. And I believe that Egypt, in putting together this event, inviting all these key international partners and regional partners, also demonstrates your commitment to this international cooperation and collaboration to address these threats and really enhance security measures in the region. I'm happy to see that there is an increased interest in reinforcing this cooperation, both in information and intelligence exchange, and also in the operational cooperation. مصر دولة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب، دورها مهم جدا، تؤكد قدام العالم جميعا ان احنا قادرين مستوى العربي والمستوى الافريقي ان احنا يتم تبادل معلومات والتنسيق ما بيننا في اساليب إدارة هذه الجريمة ومكافحة هذه الجريمة. ناقشت ورشة العمل المستجدات المتصلة بأنشطة التنظيمات الإرهابية على الساحتين الإقليمية والدولية والتهديدات الناجمة عنها والظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة، فضلاً عن بحث أفضل السبل لمكافحتها وتبادل المعلومات والخبرات حول أحدث استراتيجيات مواجهة تلك الأنشطة والحد من انتقال عناصرها. قدر التعديل والتنسيق والضيافة من وزارة الداخلية المصرية، وبدون شك هذا المؤتمر وشراكة مع انتربول يؤدي إلى زيادة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. The very purpose of this workshop is to unite both the African continent and the Middle East in establishing a platform or a dialogue to share counterterrorism information and to share expertise within the field of border management to strengthen the country's capabilities to intersect and to interdict counterterrorism. It's very important to have you as a partner. I think that everybody benefits from it, and Europe and Egypt also. عبر المشاركون عن تقديرهم للدور المحوري لمصر في مكافحة الإرهاب وضحر فلوله وبالتضحيات التي قدمها المصريون في سبيل ذلك، ما أدى إلى حالة الاستقرار والتنمية التي تعيشها مصر. استطاعت مصر برجالها الأوفياء محاربة هذا الفكر والوقوف ضده وصده، وزيارتنا لمصر ونشوف كل هذا التطور وكل هذا العمران وكل هذا الدورة الاقتصادية الجيدة ما هو إلا دليل على الأمن والأمان في هذا الوطن. التوصية الأولى: تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بين الدول الأعضاء. وأوصت الورشة في ختام فعالياتها بتشجيع واستمرار التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتنقلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومكافحة استغلال شبكة المعلومات الدولية لارتكاب الأعمال الإرهابية، كما أشادت الوفود المشاركة بالجهود التنظيمية وطالبوا بالاستمرار في تنظيم فعاليات إقليمية موسعة مشابهة دعما للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات. تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل ثانية
بعد هذه ورشة العمل سيكون موضوعها الأساسي هو تواجد الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة بصفة عامة على شبكة الإنترنت وآليات التصدي، كذلك تشجيع كافة الدول الأعضاء على إحداث خلايا أو وحدات تعنى بتحليل المعطيات حسب قوائم السفر. وقد نظمت وزارة الداخلية زيارة للمشاركين في ورشة العمل لمرافق ومنشآت أكاديمية الشرطة للاطلاع على دورها في إعداد الكوادر الأمنية، وكذا دورها في تدريب الكوادر الأمنية للدول الصديقة والشقيقة من خلال مركز بحوث الشرطة. كما شاهدوا جانباً من تدريبات طلبة كلية الشرطة في الميادين التدريبية المتنوعة والمتطورة داخل الأكاديمية وبرامج التدريب التخصصية لإعداد الكوادر الأمنية المحلية، وأشادوا بمرافق الأكاديمية التعليمية والتدريبية وتفردها في مجال إعداد رجال الشرطة على المستويين المحلي والدولي، والذي ينعكس على الأداء الأمني المتميز لرجال الشرطة المصرية. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. أوضحت الداخلية أنها تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 60 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 23 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 37 طن. وفي مجال قضايا المخابز أعلنت وزارة الداخلية ضبط 610 قضايا، من بينها 169 قضية خبز ناقص الوزن و140 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 285 طن أقماح محلية. أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العامة للتصنيع أهمية مشاركة الهيئة في دعم ليبيا ونقل تجربة مصر في البناء والتنمية وإعادة تأهيل المصانع الليبية طبقا لمعايير الجودة العالمية. جاءت تصريحات التراس على هامش لقاء وفد الهيئة العربية للتصنيع مع علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمعرض وملتقى شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا بمدينة بني غازي، والذي يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور ومشاركة كبرى الهيئات والمؤسسات والشركات المصرية وعددها 47 شركة قطاع خاص للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا. أكدت كييف أن خطة منح جوازات سفر روسية للمواطنين بجنوب أوكرانيا هو انتهاك صارخ للسيادة الأوكرانية. التنديد الأوكراني جاء تعقيبا على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسهل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لأهالي منطقتي زابوريجيا وخيرسون وذلك بجنوب أوكرانيا. وتخضع منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا للسيطرة التامة للقوات الروسية، فيما تسيطر موسكو جزئيا على منطقة زاروبيجيا الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. هذا وقد تفقد الرئيس الروسي جنودا جرحى أصيبوا في العمليات العسكرية في أوكرانيا. تعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ أن قامت روسيا بعمليات عسكرية على أوكرانيا. وخلال جولته التفقدية أكد بوتين أن الصعوبات الاقتصادية الحالية ليست كلها مرتبطة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن التوجهات الاقتصادية في روسيا أفضل مما توقعه بعض الخبراء.
ندد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بغياب وحدة الصف بين الدول الغربية بعد أكثر من 3 أشهر على بدء العمليات الروسية في أوكرانيا. خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرنس في إطار منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، أعرب الرئيس الأوكراني عن استعداده للتحدث مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين فقط وليس عبر وسطاء. وفي الوقت ذاته أعلن الرئيس الأوكراني أن الجيش الروسي يحاول جاهدا تضييق الخناق على منطقة لوهانسك في دونباس شرق البلاد. من جانبه، دعا وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا الأسرة الدولية خلال منتدى دافوس الاقتصادي إلى وقف الصادرات الروسية للدفع في اتجاه إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. دعا كوليبا إلى فرض قيود على الشحن البحري الذي ينقل النفط الروسي في أنحاء البلاد في أنحاء العالم. كان وزير الخارجية الأوكراني قد ندد في وقت سابق باقتراح موسكو رفع العقوبات المفروضة عليها، وذلك إثر العملية العسكرية لتجنب أزمة غذائية عالمية. So this is a clear blackmail. ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية إن ميناء ماريوبول المدينة الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا يعمل على نحو طبيعي. في الوقت ذاته أوضح مساعد وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو أن موسكو تتواصل مع الأمم المتحدة وأنها لا تستبعد إمكانية إجراء محادثات دولية لفتح الموانئ الأوكرانية. كانت وزارة الدفاع الروسية قالت إنها ستفتح ممراً إنسانياً باتجاه البحر الأسود اعتباراً من اليوم لخروج السفن الأجنبية بأمان من ميناء ماريوبول التي بلغ عددها 70 سفينة أجنبية من 16 دولة محتجزة. يعقد البنك المركزي الروسي اجتماعا استثنائيا لمجلس الإدارة، وذلك بشأن سعر الفائدة الرئيسي غدا الخميس. وفي وقت سابق قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي إن الاتجاهات التضخم الحالية والمعدل الحالي لنمو الأسعار يتباطأ بشكل ملحوظ أسرع مما كان عليه في عام 2015، مضيفا أن البنك رأى بعض المجال لمزيد من التخفيض لسعر الفائدة الرئيسي في عام 2022. أعلن الاتحاد الأوروبي أن التكتل يبحث استغلال أموال كانت مقررة من قبل لمشروعات تنموية في أفريقيا لدعم دول معرضة وبشكل كبير لتبعات أزمة الغذاء العالمية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال مسؤولون في الاتحاد أن الخطوات المبدئية تم التطرق إليها من خلال المفوضيات الأوروبية في اجتماعين الأسبوع الماضي، حيث تم وضع خطة تسمح بتوزيع ما يقرب من 600 مليون يورو لتعزيز مساعدات لدول هي أكثر تأثيراً بأزمة الغذاء الطارئة. نشرت صحيفة غارديان البريطانية تقريراً عن تحذير معهد الدراسات المالية من أن الأسر الأكثر فقراً في بريطانيا من المتوقع أن تشهد زيادة في تكاليف معيشتها بما يقرب من ضعف المعدل الذي تشهده أغنى الأسر في المجتمع عندما ترتفع فواتير الطاقة هذا الخريف. قال معهد الدراسات المالية البريطاني أن الزيادة الجديدة في فواتير الغذاء أو الغاز والكهرباء المتوقعة في أكتوبر المقبل قد تؤدي إلى متوسط معدلات التضخم سنوية تصل إلى 14% لأفقر الأسر البريطانية. السادسة، تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. تعزيزات عسكرية للقوات العراقية في ديالى وكركوك لمواجهة الإرهاب.
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القدمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مختلف الملفات. جاء ذلك استجابة لتطلعات الشعب العراقي كافة. وقال المكتب الإعلامي للقادمي في بيان له إن القادمي استقبل الحلبوسي حيث بحثا مجمل الأوضاع العامة على الصعيد الوطني وآخر التطورات على الصعيدين الأمني والسياسي. ميدانيا أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي تحسين الخفاجي أن الجيش سيرد بشكل حاسم وسريع على الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في ديالا وكركوك. وأقال الخفاجي إن القوات العراقية بدأت التعزيزات العسكرية في ديالا وكركوك حيث تم فرض أطواق أمنية وتم تفعيل الجهد الاستخباري والأمني المتواجد في هذه المنطقة. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده تبدأ مرحلة انتقالية مهمة لبناء حياة حزبية وبرلمانية هدفها الأساسي هو التنافس البرامجي على خدمة المواطنين. جاء ذلك في خطابه بمناسبة الذكرى 76 لاستقلال المملكة، حيث أشار العاهل الأردني لاكتمال منظومة التشريعات الخاصة بالتحديث السياسي، مشددا على أن الأردن الجديد سيكون ملكا للأجيال الشابة. الأردن الجديد سيكون ملكا للأجيال الشابة، وهي التي ترسم له معالم الطريق بقوة طموحها وعلمها والانفتاح على المستقبل وحركة التطور العالمية التي لا مكان فيها لشعب يتخلف عن ركبها. منظومة التحديث السياسي توفر لشبابنا فرصة للمشاركة في بناء الحياة الحزبية والمشاركة السياسية متجاوزين مخاوف الماضي في ظل تشريعات تصون حقوقهم وتعبد الطريق أمامهم لصنع التغيير. ارتفعت حصيلة حادث إطلاق النار بولاية تكساس الأمريكية إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا، وذلك وفق ما أعلنه حاكم الولاية. هذا وقد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أمر بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض والمباني الفيدرالية والمواقع العسكرية حدادا على ضحايا إطلاق النار في تكساس. في واقعة ليست بالجديدة على الولايات المتحدة الأمريكية، أطلق شاب صغير النيران على طلاب في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس، مما أودى بحياة أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال في واقعة مأساوية. على الفور أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض والمباني الفيدرالية والمواقع العسكرية حدادا على ضحايا إطلاق النار في تكساس. لقد حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل من أجل كل والد، من أجل كل مواطن في هذا البلد. ينبغي علينا أن نوضح لكل مسؤول منتخب في هذا البلد أن الوقت حان للتحرك. لقد أمضى مصنع الأسلحة عقدين من الزمن في الترويج بقوة للأسلحة الهجومية التي تعود عليهم بأكبر الأرباح. خسارة طفل تشبه اقتلع جزء من روحك. نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس نددت بإطلاق شاب النار في مدرسة ابتدائية، مطالبة بتحرك لتقييد حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة. وفي مناشدة للكونغرس لإصدار تشريع يفرض قيودا على بيع الأسلحة النارية وحيازتها، أكدت نائبة الرئيس أنه يجب أن يتحلى الكونغرس بالشجاعة وعليه التحرك لوقف مثل تلك الحوادث. السيناتور الأمريكي كريس مارفي دعا خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ إلى تمرير قوانين تحد من حوادث إطلاق النار. هذا الهجوم يغرق الولايات المتحدة مرة جديدة في مآسي عمليات إطلاق النار في الأوساط التعليمية، مما يتسبب في حالة من الذعر لدى أولياء الأمور. جدير بالذكر أنه في عام 2018 كانت هناك عملية إطلاق نار أوقعت داخل مدرسة أكبر عدد من القتلى في السنوات الأخيرة، حيث قتل 17 شخصاً برصاص طالب سابق أطلق النار في ثانوية بولاية في باركلاند بفلوريدا. هذا الهجوم الأخير سيفتح النقاش مرة أخرى حول منع الأسلحة النارية في الوقت الذي يرفض الكثير من الأمريكيين التخلي عن حقهم الدستوري في حيازة الأسلحة.
أعلنت وزيرة الصحة والوقاية الفرنسية برجيت بيرجينيون أن فرنسا سجلت 5 حالات إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة حتى الآن. وضحت بيرجينيون أن باريس لديها المخزون اللازم لتطعيم حالات المخالطين على النحو الموصى به من قبل السلطات الصحية. وقالت وزيرة الصحة الفرنسية أن الحكومة لا تتوقع تفشي المرض وأنها تتخذ الاحتياطات اللازمة ومن بينها اليقظة. وصل محافظ المنوفية جولته الميدانية لمركز ومدينة أشمون لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يأتي ذلك في إطار الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وشملت الجولة أعمال الحفر بتوسعات محطة معالجة صرف شمة. وسيخدم المشروع قرى تهواي وشمة ورمل الأنجب. ومن المقرر إنهاء الأعمال بها خلال عام. شهدت قرية جدة بمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. استمرت أعمال القافلة لمدة 2 يوم تم خلالهما توقيع الكشف الطبي على 300 حالة من أبناء القرية، وتم صرف العلاج لهم بالمجان. ومن المقرر أن تنطلق قافلة أخرى غدا بقرية فلسطين بمدينة الخرجة، وتستمر أعمالها لمدة 2 يوم وتضم أطباء استشاريين في تخصصات مختلفة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة على أسئلة مقالية، مؤكدة أن امتحانات شهادة الثانوية العامة ستعقد ورقيا بنظام البابل شيت، وستقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط، ولن تضم أي أسئلة مقالية، على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم لتكون هي فقط المسموح بوجودها في لجنة الامتحان، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان الامتحانات. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 5000 خدمة طبية لمرضى أنيميا البحر المتوسط الثلاسيميا المترددين على مستشفيات الوزارة والمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة في أمراض الدم على مستوى الجمهورية. وفي ذات السياق نظمت وزارة الصحة مؤتمرا علميا بالتعاون مع الجمعية المصرية لأنيميا البحر المتوسط في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بمصر، واحتفالا باليوم العالمي لمرضى الثلاسيميا والذي يوافق 8 مايو من كل عام. تحية لكم من جديد، ونعود لاستكمال نشرتنا. تعتبر مصر من الدول الرائدة في مجال الفضاء على الصعيدين العربي والأفريقي، فمنذ عام 1980 كانت البداية في مجال الفضاء. وفي عام 2019 تحققت أولى الخطوات بإنشاء أول وكالة مصرية في مجال الفضاء. هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، إنها وكالة الفضاء المصرية التي كانت حلماً تحقق عام 2019 بهدف توطين صناعة تكنولوجيا الفضاء في مصر وإطلاق الأنظمة الفضائية، فضلاً عن وضع البرنامج الفضائي 2020-2030 بالتزامن مع خطة مصر للتنمية المستدامة. وكالة الفضاء انشئت بقانون من سيد رئيس الجمهورية في أول 2018، وبدأ تفعيلها فعلا من أول أغسطس 2019. الهدف من الوكالة أن هي تكون تشرف على جميع الأنشطة الفضائية في مصر، ويكون لها نشاط في بناء الأنظمة الفضائية، أنا بقصد الأنظمة الفضائية القمر الصناعي أو المحطات الاستقبال بتاعته، وكل ما يخص تشغيل القمر بيكون لها هدف مهم آخر، وهو وضع برنامج الفضاء لمصر
في خلال الفترة من 2020 إلى 2030. استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها، إضافة إلى بناء القدرات الذاتية البشرية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية من خلال العديد من الأقسام والمعامل بالوكالة، حيث تعد من أهم الأدوار التي تقوم بها، بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي. تحتوي عدة معامل على مستوى لا يقل عن المستوى العالمي اللي موجود في البلاد اللي متقدمة في تكنولوجيا الفضاء. واحد المعامل اللي احنا بنتكلم عليها، المعامل اللي احنا متواجدين فيه في الوقت الحالي، وزي ما سيادتك شايفه في الخلفيه، مجموعه المتخصصين من دكاتره ومهندسين بيقوموا بتدريب وتجميع كل الأقمار الصناعية تقريبا اللي الوكالة معنية بيها، من خلال الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة وصحة وتشغيل هذه الأقمار في المدار الخاص بيها. احنا بندرس التأثيرات بتاعة الطقس الفضائي اللي هي جاية من مجرات تانية او جاية من الشمس، يا اما سولار اكتيفيتي يا اما جالاكتيك اكتيفيتي، اوكي، تأثيرها الاولاني على الأقمار الصناعية عشان نقدر القمر الصناعي اللي بنطلعه ويعيش المدة بتاعته كلها، اللايف تايم بتاعه، دي اول حاجة. تاني حاجة عشان نختار الكومبوننت بتاعة القمر الصناعي اللي نقدر نحطها في الانفايرمنت دي تستحمل الحرارة والضغط والرطوبة دي كلها. خطوة هامة للدولة بمجال الفضاء باعتباره محركا اصيلا للنمو الاقتصادي وتقدم الدولة، وجزءا لا يتجزأ من منظومة الامن القومي ومستقبل الاجيال المقبلة. فمصر في طريقها لانشاء 6 اقمار صناعية خلال السنوات المقبلة. سالي سالم، التلفزيون المصري. والآن مع وقفتنا الاقتصادية في نشرة السادسة. الجولة الاقتصادية تقدمها لنا الزميلة حكمة عبد الحميد. إليك حكمة. ريهام فاطمة، شكرا لكما. وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة. التقى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا في دافوس على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، وبحث التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بشأن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ كوب 27، والذي ترأسه مصر وتستضيفه في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل. واجتمع وزير البترول مع وزير الطاقة بدولة موزمبيق كارلوس زاكيراس، وبحث الوزيران الجهود الحالية والتنسيق المصري الإفريقي الجاري لمؤتمر كوب 27 وطرح رؤية موحدة للقارة الإفريقية من خلال المؤتمر أمام العالم. كما بحث الجانبان تبادل الخبرات خاصة في صناعة الغاز الطبيعي لدعم التعاون المشترك. واستقبل وزير البترول رئيس شركة شلمبرجر العالمية، وتم بحث أنشطة الشركة في مصر بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة في إطلاق مشروع بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج، فضلا عن مشاركتها في برامج تدريب الكوادر البشرية بقطاع البترول. وإلى البورصة المصرية، حيث تراجعت المؤشرات بشكل جماعي في ختام التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسجل رأس المال السوقي مستوى 673.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10415 نقطة، وأغلق عند 10247 نقطة، متراجعا بذلك بنسبة 1.61%. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1832 نقطة، وأغلق عند 1765 نقطة، منخفضا بنسبة 3.67%. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2750 نقطة، ليغلق بذلك عند 2660 نقطة، منخفضا بنسبة 3.29%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18.54 للشراء و 18.62 للبيع. سجل اليورو 19.74 للشراء و 19.84 للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 23.16 للشراء و 23.27 جنيه للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.4
0.7% للشراء و 5.7% للبيع، والريال السعودي وصل اليوم إلى 4.94% للشراء و 4.96% للبيع. في أسواق المعادن النفيسة تعززت أسعار الذهب مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج، ليصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1858 دولار للأوقية. سجل عيار 18 نحو 9.3 جنيهات للجرام، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا داخل جمهورية مصر العربية نحو 1055 جنيه للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1206 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 8440 جنيها. قالت وزارة المالية التونسية إن الحكومة تأمل في بدء مفاوضات رسمية في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق مالي، بينما تعاني تونس أسوأ أزمة مالية، وتسعى تونس الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. انتهت الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة، وعودة مرة أخرى إلى ريهام وفاطمة إليكما. شكرا الزميلة حكمة عبد الحميد على هذه الوقفة الاقتصادية. تتواصل فعاليات مهرجان الطبول والفنون التراثية في دورته التاسعة بمشاركة العديد من الفرق المصرية والدولية. ويستمر مهرجان الطبول المقام تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام حتى 28 من الشهر الجاري. في رحاب شارع المعز احتضنت القاهرة يوما آخر من فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، مهرجان يأتي بمشاركة جماهيرية كبيرة وبمصاحبة عدد من الفرق المصرية والعربية والإفريقية والدولية، ومنها فرقة من دولة السودان أبدعت وقدمت التراث السوداني الأصيل. مشاركتنا المرة دي مختلفة لأنه إحنا دي المشاركة السادسة في مهرجان الطبول لهذه الفرقة جمعية ضمن لثقافة التراث النوبي، بس المرة دي عندنا احنا فرقة موجودة في مصر كان من 3 أشخاص كملنا عليهم من السودان، بنستفيد جدا من هذا المهرجان العظيم تحت قيادة هذا الهرم الفنان الجميل دكتور انتصار، مبسوطين أن نكون في الدنيا، مبسوطين أنه حنتلاقى شعوب كثيرة جدا تحت لغة واحدة هي الموسيقى والطبول. المهرجان الله يا أخي ما شاء الله له، يعني نحن بنستفيد منهم حاجات كثيرة، بتلم لنا الثقافات الاخرى، بنتعرف على الناس يعني بننمي شغلنا ذات، بنضيف علينا حاجات كثيره. الجمهور تفاعل مع العروض المقدمه بشكل كبير، حيث قدمت عده فرق مصريه مستقله عروضها بشارع المعز. مهرجان حلو قوي ان هو بيجمع كل ثقافات من حوالين العالم، بيعرفنا ان انا في ثقافات تانية وفي شكل تاني للطبول، في شكل تاني للايقاعات، فبيخليني ان انا ازود ثقافتي وللجمهور كمان يزود ثقافته، ان هو مش معقول عارف الايقاع المصري بس او الايقاع العربي بس، لا يسمع كمان ايقاعات واشكال رقصات من بلاد تانية كتير، فده بيفيدنا ويفيد كمان الجمهور. احنا النهارده بنحتفل بالدوره التاسعة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، ومعنى الدورة التاسعة يعني الحمد لله نجاح مستمر على مدى 9 سنين. احنا بنستضيف فرق من افريقيا، من اوروبا، من اسيا، من مصر، وبيحصل تمازج وحوار ما بين ايقاعات الطبول. دكتور انتصار عبد الفتاح بيقدر يعمل مزج ما بين كل ده، والجمهور بيستمع لحالة من البهجة والسرور اللي بتسعده وبتخلي الإيقاع إزاي يوصل للقلب. ويستمر مهرجان الطبول المقام تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام حتى يوم 28 من الشهر الجاري، وتتم إقامة العروض في عدد من الأماكن التاريخية للجمهور بالمجان. المهرجان السنة دي فيه ميزة حلوة إن هو بيتعمل في كذا مكان جوه مصر، موجود في ساحة السور الشمالي مسرح المعز، موجود في القلعة، موجود في قصر أمير طاز، موجود في قبة الغوري، موجود في ساحة الهناجر، فتقدر عن طريق كذا مكان ان انت تتابع كل يوم عروض مختلفة بشكل مختلف. قلت لازم اجي النهاردة واتفرج عليه، وكمان يوم الخميس ان شاء الله برضه هتفرج عليه في الاوبرا، فالدنيا حلوة ولذيذة يعني وكده، وكمان جايبين مجموعة من زمايلي برضه معانا، فالدنيا حلوة بصراحة، انا شايفة ان الدنيا حلوة، اي نعم الدنيا زحمة بس الجو جميل. الدورة التاسعة للمهرجان تعكس تنوعا في الطرح الفني، وتوضح ان الثقافة قادرة على مواجهة التحديات بكل ما فيها من تعبيرات، حيث يرتبط المهرجان بفكرة الحوار ومشاركة الاخر واكتشاف التنوع الثقافي بين الشعوب والحضارات. احمد الحسيني، التلفزيون المصري. وبهذا التقرير نصل إلى ختام نشرة السادسة، ولا يتبقى سوى عناوين الأخبار.
بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن مصر ستظل تسعى مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة. مصر وجنوب أفريقيا تؤكدان الالتزام بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنمية المستدامة بالقارة. بوتين يسرع إجراءات منح الجنسية الروسية للمواطنين بجنوب أوكرانيا وكييف تندد. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.